يا حوبه بتموت. رجع رجعهم كلهم، رجعهم من البيت، رجعهم من البيت، رجعهم من البيت بساعه. شباب الفروست كينج حرفيا بشحمه ولحمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم اسحاق، رجعنا لكم مقطع جديد من كونان اكزايل. شوفوا معاي بس كم ذيب، كم ذيب معانا. المقطع الماضي كان اثنين بس، بس اثنين، الحين واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. وما حكيكم على الفايترز صراحة مع الاسلحة اللي معاهم. وين رسبن الحصان؟ منين كذا؟ منين كذا الحصان؟ اي قاعد بيت، ما اعرف والله كيف رسبن كذاك. زين والله مشكلة. زين واليوم هذا المقطع بنجيب الفيل، يعني ما اي فيل، راح انتم شفتوا الفيل اللي معانا الابيض، جبنا ماموث، بس هذا اللي بنجيبه ماموث خيل جن، يعني نفس هذا. تقدر تقول ماموث ديلكس اديشن، يعني شيء كذاك يعني من هذا القبيل، صح لا؟ زين ومعايا رزكس، ما قدمت لكم اياه والله. رزكس اسمه يعني ذهب ما شاء الله، ابيعك انا مشكلة. مرة كيف؟ درع جديد شباب، هذا تقريبا من اقوى الدروع اللي في اللعبة الفانيلا، يعني ما نقدر نقول مودات، مودات بيكون شيء ثاني. اول شيء نروح نضارب هذيلا، انا بنتقم منهم لان حاولت اقتلهم اكثر مرة ما قدرت اقتلهم. الحين صرنا يعني اقوياء، يعني صرنا اقوياء، يعني اقوياء، يعني اقوياء. صح، لما توصل ليفل يعني ما يحتاج ليفل، لما توصل الاتريبيوت مالك اللي هو مال السليدر هذا اثروتي هذي اللي شوف قال يمشي، لما تمكسه يعطي بونس بوينت حال هذيلا تابعين مالك. يعني مثلا انا لو اعطي كل فلوورز مالي 20 بوينتس زيادة، يعني شوف، حتى شوف هذا زيادة زاد هيله، استوى 10000، حتى هذا زاد هيله، استوى 11000، لان انا ما اعطينا بوينتس، لما اخوز الفلور ينزل هيله. خليهم يهيلوا شوية عشان ننزل على ذيلاك، بعدين نروح نضارب الفيل. صح، الفيل وش يحتاج عشان تجيبه؟ يحتاج قوشة راسه، ويحتاج هذا انستيبل. سويله فول هذا، ايوه بايش الحيوانات يا شباب، شوفوا. زين خلينا نكمل، وش ناقص عشان تجيب الفيل؟ تحتاج، وش تحتاج يعني؟ تحتاج الراس الماموث خيل جن، شوف لون اخضر غير يعني عن الحيوانات العادية، وتحتاج هذا انستيبل اللي هو يطلع منهم تقريبا الدم او الريحة او شيء كذا يعني، وتحتاج الديمون بلود اللي هو فراشة، وهذا الياقوتة. اوكي تاك 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 تاك، اسحبهم، لا ادخل على داخل، اسحبهم برا بس. يس بابك هنا، روح روح روح، كلكم يا حوبه، معاكم انا بعد، معاكم قتلوه، كفو انتبع لا دمج، يسد دمج انت. ها وش اعطينا هذا؟ لا 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 راح ولا تاخر، عادي عادي عادي، خليهم يدخلوا، خليهم يدخلوا، اهم شيء قتلنا ذاك القائد مالهم ترى. عن حيواناتي، زين عن حيواناتي، ايش
اوكي 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 دعسناهم 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 دعسناهم. نايس والله مالك وش ذي القوة اللي وصلنا لها؟ ما نقدر حتى نقرب حل واحد حبيبي. خلاص هذاك اول لحظة كانت اقول لك روح بعيد روح بعيد روح بعيد روح بعيد. اوكي بعدك روح بعيد روح روح روح. اوت بوست من هذاك اللي كاينك ما اعرف بس بنت حاجة بس بنت بوست عسنا لحظة already on the outpost وبعدين اوكي هذا يمكن the dogs outpost owner اسحاق والله ايوه هاي خلاص شباب هذي باسم هذا المكان احتليناه والله العظيم كان ايزي يعني هنشوف ديره وش عنده من لوت هذاك اول كان ما نقدر لهم اول ايه تو ايزي ديل مصاخر والله ثاني كل يوم نجيكم نقتلكم ونروح مصاخر ايه والله العظيم مو ذا الحال شوف ذا رزكس شفت ما يسوي؟ طيب شوف كم فلو نقص هيله الى بعد عنده درع لو ما عنده درع نقص الفين قتله وتطير ما شفتني طرت على طول ايه تحصل لكن روح هذا الروح واجد مهمه يعني تصنع فيها اشياء واجد ايزي هو يموت ضرب واحدة بس حاسب على نفسك عاد بعدين اذا طلت ما شو فايدة يعني ما اذا ما اذا مت معاه ما كانك قتلته ما استفدت منه هو يقتلك ترى لازم تطير بسرعة هلا اوي هي لهي مت هي الحقيقي ايه مشكلة والله جاهز الضاب الماموث شيمان اكو موجود والله اخذت ماموث لان تعرف كيف الماموث عشان يسبن لازم تقتل البوسات يعني كل ما تقتل تعال معاي لا تروح لازم تقتل بوس الثعبان التمساح ما اعرف كم كل مره يسبن بوس 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 زين لحد ما يصبن هذا يعني يعتبر ميني بوس كلها ميني بوس ما بوس بوس ميني بوس هلا اوب عليه كل ويتكم عليه هو ايزي بس انتبه من ذا الا طيرهم ايزي ايزي نقدر له بعدهم بعدني انتبه انتبه بيموت 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 رجع 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 رجعت رجع زياده بتموت رجع رجعهم كلهم رجعهم البيت رجعهم البيت رجعهم البيت بساعه خلاص صاح الدخان يوم واحد دخان تعال ولوت الماموث وش اعطاني بالضبط؟ ولك يعني ما صعب واجد انا قتلته تراني وحدي اعطيني راسك امشي راسك حبيبي خلاص نحن مو انا طيب نحن جاهزين نجيب ماموثين الحين اوكي من ذي اللي بيضاربوا اوكي وصلنا المكان هنا بنجيب الفيل على فكرة ملك الجليد ما ضربنا اذا بنضربته عادي يعني بيكون ايزي علينا احس انا خلاص عدينا الليفل هذا
شوف كيف لبسه كيف استويت في القليد والله فنانة. والله شوف كيف استوى ابيض ابيض صح. انت تطلع برا كأنه صاصية شيء كأنه سيلفر. تدخل داخل ابيض. اوكي. صح لا؟ ايه والله شوف كيف. فنان والله. هاي لازم تقتل ايس كينج. شباب الفروست كينج. حرفيا بشحمة ولحمة. شوف كيف يموت. شوف كيف يموت. شوف حيلة. يا ربي يا ربي. ما يركض راح ليل بعد. انا ما دخلت يعني لو دخلت عاد يسلم راح ثاني راح هذا يعني مسوي بودي جارد حاله. اقول لك ترى شاي تبى ايس تي ولا شيء او موجود؟ ابغى ايس تي شوف او ايس تي شوف هذا يو مرة ايس تي. وين ايس تي خليك تسخن كيف صديق. مشي لا مشي شاي يعني شاي هو شاي. مشكلة والله هذا اللي يدقق وهذا يعني هذا مشاكل صراحة. زين تجي ورا هذا العرش ماله هنا تفتح البيكاكس فروست سميثي بلاك ايس ثرو اكس وتفتح بلاك ايس جيفن ما هو ذا جيفن صراحة. سوونا زحمة ذيلا بعد. خلا بس حب عليهم خلينا نروح نطلع. زين تدخل السميثي. اوووه قدام بعده يا شاهنا بايخ. ثروين اكس يمكن ثروين اكس ولا البقية كلها بايخات. جي عند الدب ما تغير صناعات تجيب هذا الفيل. زين نصنع او نستدعي نقول احسن يعني فيلين يحتاج شوية وقت. اوكي خلص الفيل الثاني الحين نرجع البيت ونصبنها. خلينا نقرب بزكس ننزل تحت. هلا اوكي في البيت. لا لا ترجعهم ننزل تحت نقرب نضاربهم. زين في هنا والله ما اعرف وش اقول عنهم ذيلا. دراجون وش بعد كم اسمه فايترز. ننزل نقرب نضاربهم. الدراجون ايزي بس هذيل الله يعيننا عليهم. كلكم على الدراجون تعالوا اول شيء. كلكم على الدراجون كلكم. انزل روح على الاشر وفي السحر مو يسوي متى نتعلم ذا السحر. شارك معهم. مين اللي بيموت لحظة في حد بيموت. رجع ذا البيت. ما قتلنا حد. ايوه كلهم سحرة ذيلا. مالك انت. اوكي متحملين ذيلا متحملين اللي معانا متحملين. اتدخل والله. هذه واقفة واحدة مالك ها. هنا؟ ايه ما طلعت تنزل غريبة.
اوي عقد علي قتلنا حد قتلنا حد قتلنا حد ما جاني انا قتلته هو شو يعطي عادي ما ذاك شيء يعني نزلت نزلت اللي خايفان ادخلها نزلت انتظر فرصة تجي باكا يعني نقدر لهم ولا نقدر لهم كفو طاح الثاني طاح الثاني طاح الثاني شوف اللوت وش هذي والله اعطاني شيء طاح الثالث طاح الدراجون نقدر 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 عليهم يجل شوية باقي واحدة باقي البوس بس ويل تفكت خلاص من الصدمة واحد واندا جيب 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 ماشي دي تفاح باودر اشياء نادرة هنا هنا تحصل اشياء نادرة صح كفو كفو يبى اشوف ذا ايش ايش اعطيني اوكي ماشي يعني دراجون عادي اعتبره صراحة ما في شيء مميز لكن هذيل اعطونا اشياء ما توقعت والله دراجون البيت والله اديو والله اديو والله اوكي وجبنا الفيلة انتظر كرزكس ولا نزل لا لا تنزل اخبرني راح حماس حماس والله شوف عيونه اكيد عرض عرض شوف شي والله العظيم والله فنان والله ايه خلي ذا خلي برا اللي هنا هيبة هيبة ذا شوف شكله شباب هذا الفيل خوز منه خوز قدامي خوز خوز حبيب حبيب اشوف الستات متوزعة والله هذا هذا الفيل مالي شباب هذا الفيل مالي هذا معادل شيلد 50 متوزع متوزع الفيل الثاني الفيل الثاني شوف شكلهم شوف هيبة والله هيبة حتى هذا متوزع تقريبا هذا في ال اوكي اوكي وشباب اهم شيء جبنا الفيلة بنلفلهم خلف الكواليس زين و يعني تعرف لازم نزيد فيل فيلين ثلاثة كيف نزيد يعني خلف الكواليس بنشوف كم واحد بنقدر نجيب مشكلة انه يتعب انه تضارب بوس تنتظر لحد ما يرسبن هذا المشكلة الحين لو قتلنا فيل صح هذه الحلقة لازم نروح نشوف نتأكد فيل بوس رسبن ولا لا هذه المشكلة أهم شيء لا تنسونا باللايك والاشتراك شباب 45 لايك حبيب حبيب ما أنا ما قلت شيء طلب من عنده زكسة حبيب 45 لايك هذه الحلقة قدر إن شاء الله